أكبر تجمع لمصنع الأثاث والديكور في مصر، معرض فيرنكس أند هوم في دورته الـ14 في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. المعرض بيقام بالتعاون بين غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للأثاث. بتاخد سعر المصنع، ده غير العروض اللي انا مبسوط ان المصانع بتتنافس دلوقتي عشان تدي عروض احسن واحسن للمشتري، كل ده لصالح الطرفين. احنا محتاجين كل واحد في مصر النهارده يعرف بلده ان عندنا صناعه فعلا كويسه نقدر نعتمد عليها ونقدر نشتريها بسعر كويس قوي، وده اللي فعلا هيبقى من الركائز الرئيسيه اللي تعلي وتحسن اقتصاد بلدنا ان شاء الله. يا بنات ويا ستات، انا بقول لكم تعالوا علشان خاطر انتوا شاطرين، وفي البيع في الشراء شاطرين جدا. عاوزين سعر رخيص هتلاقوه في فيرنكس اند هوم، لان ده معرض التصدير، يعني انتوا هتاخدوا بسعر التصدير، يعني هتاخدوا بسعر اكتر من سعر الجمله. فاللي عاوزه مطبخ، اللي عاوزه سفره، اللي عاوزه اوضه نوم، اللي عاوزه اوضه اطفال، اللي عاوزه مكتبه ليفنج اريا موجود، واكبر الشركات واكبر المصنعين موجودين هنا ما شاء الله. المعرض فيه حاجات حلوه قوي واسعار هايله. إقبال كبير من المواطنين، الكل هنا بيدور على اللي يناسبه من منتجات وتصميمات حصرية في المعرض من المصريين وغير المصريين. بصراحة المعرض جميل وفي فرايتي كثيرة جدا، يعني لو عروسة عايزة تيجي تجهز from A to Z تقدر تعمل ده، وكمان عاملين عروض كويسة، في ديسكاونت كويس جدا. حلو المعرض، حلو يعني المعروضات بتشرف حقيقة، لأنه أنا بشتغل مجال الديكوراسيون. خطوط وتصميمات جمعت الشرق بالغربي والهاند ميد بأحدث خطوط الإنتاج العالمية. أكثر من 140 شركة من مصر وباقي دول العالم بتعرض منتجاتها هنا في فيرنكس أند هوم. اللي بيميز منتجاتنا إن إحنا مالتي فانكشن، يعني هتلاقي نفس الصوفة بتتفتح سرير وفيها ستورج، فيها هيد ريست، فيها ميكانيزم يستحمل يعني يعيش كتير، مش زي الميكانيزمز مثلا اللي بتبقى مستورده من الصين او من اي مكان تاني. المعرض بيقدم فرص حقيقيه لكل المهتمين بالاثاث المنزلي وملحقاته من الافراد والشركات، بتعتمد على التنافسيه والتنوع في ظل سوق بيحمل كل مؤهلات النجاح وصناعه بتشهد اهتمام كبير. فيرنكس اند هوم بياتي ضمن استراتيجيه وطنيه لتعزيز القيمه المضافه لصناعه الاثاث وغيرها من الصناعات، وده اللي بيصب في مصلحه المواطن المصري بالاساس، وكمان في مصلحه القطاعين التجاري والصناعي. اسلام غنيم، تان تي في.